صباح الاثنين، قهوة جديدة مرة عجبني الديكور حقهم، قلت بصور لكم اياه. That's me. عاد ندوقها ونشوف. اجواء القهوة مرة حلوة. شكل القهوة توها فاتحة. صراحة قهوتهم جدا ممتازة. نعطيكم درس كيف نسوي سيت اب لطاولة القهوة. ايوه ايوه يلا اقضي اقضي. طيب اشيل الطاولة؟ ايه شيل الصيام. أيوة فطور صحي جدا جدا جدا. ها خلاص كذا الطاولة زينة حلوة كذا نقدر نقول حلوة. عشا اليوم كويا مع الحلوة منال. سلمي عليهم. With me with you. اشتقت من منال مرة. من زمان صح؟ من زمان. يلا بنات هاوشوها، قولوا شو تطلعين مع ثنا، قوموا عليها كيف مشغوله. والله ما والله من يلا يرجع البيت. بزنس. لا 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 عندها شغل. فيا ننتظر الاكل اللذيذ بصور لكم اذا في شيء عجبني، مع اني اتوقع المنيو هنا غير المنيو اللي برا. بس يلا هذا المشروب اللي اخترناه. ايش اسمه؟ تشيتشي كولادا. تشيتشي كولادا يعني نفس البنا كولادا، يعني هو فيه جوز هند واورنج وليمون وما اعرف ايش يا، بس ان شاء الله انه لذيذ. يلا جربي عشان يطلع الصورة. اقول لكم عاد نسيت وش طلبنا. بطاطس. بس هذه اي ثينك انها التاكو. اوكي تاكو بالدجاج وهذا البطاطس. ايش باقي؟ باقي الشريمب اي ثينك. صراحة رأيي فيه هو أفضل من كذا، بس ما عجبتني هذه الطلبات. إحنا ما طلبنا كثير لأنه ما كنا نبغى شيء ثقيل يعني، فما طلبنا أصلاً طبق رئيسي يعني، كذا الأطباق كانت أطباق جانبية. سيا صباح الخير يا مدلل. اليوم جاي متأخر مرة، حسيت وقفت عند ستاربكس واللاين يعني طول قريح، بس مشتهية هالشوكلت فاخذت هالشوكلت. بس خلوني اوريكم، ولا بعد شيء بوريكم عندي مشتريات من زارا من بيرشكا، كمان بتوصلني طلبيه من زارا و H&M اي ثينك. فقاعده افكر اسوي هول، اسويها بالفلوج ولا اسويها بالحاله، صراحه ما ادري، ما متاكده. اليوم الثلاثاء، امس كلها كارف، كلها قاعده اسوي اديتنج على فيديو، اصعب فيديوهات عندي الفلوجز، ومع ذلك انتم ما تحبونها. مره انقهر لانه مره تعبني الفلوجز، مره يعني انه يعني تو ماني شوتس، وتقعدين تسوي لها اديتنج وقت طويل. فبليز بليز بليز علموني انتم ايش تحبون بالضبط. هنا كلها قاعده اكتب افكار جديده للفيديوهات، في بالي فكره يا ويلي مره رهيبه راح اسويها ان شاء الله. كمان هنا في جدول الاسبوع لهذا الاسبوع وبس. اليوم صراحه ما عندي يعني شيء، بس بقعد اشتغل على الفيديوهات وبحاول اني ارتب افكار، ارتب المحتوى لهذه الفيديوهات. وكمان اي ثينك لازم اسوي شوبينج لبعض الاشياء. بس والله قررت اوريكم ايش اشتريت من بيرشكا. هذا الكوت او الجاكيت لفتره وانا عاجبني ومتردده اخذه ما اخذه، بس الحين خلاص وجبت. لما افكر فيه كثير معناته انه اكيد حلو خلاص. فهذا هو الجاكيت، ما ادري اذا بيبين لكم ولا لا، هو النوعيه اللي تيجي شعر شوي، عرفتوا الصوف الشعر. واضح انه مره يدفي. وغير كذا نظام الاوفر شيرت
الأوفر شيرت هذا مرة ترندي الحين، اللي هو يجي قميص بس قميص يجي واسع ويلبس كجاكيت. هو مو شيء جديد يعني، بس الحين يعني نزلت ديزاينات شتوية منه، لأنه هو أصلاً تصميم رجالي بس راجع بالفاشن النسائي أكثر شيء. فيا حب الألوان كمان أكثر شيء مرة تموت مرة. ومن زارا، زارا ما عجبتني أشياء كثير من النيو كولكشن في المحل، فأخذت تخفيضات. بس من الويب سايت النيو كولكشن يموت مو طبيعي. خلوني بوريكم إيش أخذت من التخفيضات. أخذت هذه الجمب سوت، بلبسها وريها لكم، بس إنها مو مقاسي باي ذا واي، يعني من الأول أقول لكم تراها مو مقاسي، مقاس لارج، بس لأني ما حصلت أخذتها ب 150. جمب سوت رسمية جاية لف، فمو أكيد أصلاً إني أحتفظ فيها، بشوف إذا عجبتني خليتها. بما إني إنسانة أحب الهاينكس، هذه هاينك من زارا مقاس سمول من السيل. بس ميزة هذه الهاينك، أنا كل الهاينكس اللي عندي شتويات عرفت، اللي تيجي مرة ثقيلة، فلما يجي الوقت الربيعي كذا اللي ما تدرين وش تلبسين، بنفس الوقت تخافين من البرد، ما تقدرين تلبسين لأنك تموتين حر. بس هذه من النوعية اللي تيجي خفيفة مو مرة ثقيلة، بس بنفس الوقت تغطي الرقبة. هذا أهم شيء بالنسبة لي، أنا رقبتي لأني أمرض بسرعة. واللون كمان حلو، يعني اللون اللي يجيك اللون المحايد، يعني رمادي على بيض، لا رمادي تقريبا رمادي، فراح تخدمني كثير أكيد. نفس التصميم نفس كل شيء، بس باللون الأورنج. أنا أقدر اللون الأورنج، حتى هذا مو أورنج أورنج صريح، لا الأورنج اللي على بني شوي، ما أدري يضح لكم بالتصوير ولا لا، بس نفس الفكرة تجي كذا شوي واسعة. أحبهم واسعين مرة أحبهم، بس هذه شوي مختلفة أنها جاية واسعة وبنفس الوقت هاينك، هذيك لا جاية شوي مور فتت نقدر نقول. خدت هذا التوب يا ويلي انهارت عليه مرة جنن، شوفوا كيف من فوق كأنه بالمان، مرة شدني كثير، وفي ديتيلز على الكم، شوفوا كيف الكم كذا متفوخ من فوق. طبعا ما احكي لكم يعني عن سترايبس، مخطط كحلي وابيض، فجاي مره حلو، حمسني صراحه. واخذت هذا الفستان، ما راح يبين لكم هنا، لازم باللبس هاي نيك وسيع من فوق يعني جاي الكم وسيع، ومن عند الصدر وسيع، بعدين فجأة من عند الخصر يبدأ يصير ضيق 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 سكيني ضيق، عرفتوا؟ فخلوني بصور لكم ونشوف كيف يطلع شكله. بس والله هذه هي المشتريات، ما شريت أشياء كثير، بس إنه راح توصلني شحنة، ما أدري متى توصلني، أنا مرة متحمسة مرة. بنات مو طبيعي قد إيش يجنن، يعني خامته خفيفة بس بنفس الوقت يدفي مرة حلو. I like it. هذا الجمب سوت، لاحظوا ترى مقاسه لارج، حبيته بالمقاس اللارج، عرفت شو طالع مرة كول، مرة. شوفوا كيف مرة عجبني، التقليمة حقتها مرة حلوة، الفابريك حقه مرة يجنن، ولقطة سعره مرة لقطة على جمب سوت. أوكي المقاس لارج حاليا في الشتاء، يعني أنا أحس إنه راح يناسب، لأني أقدر ألبس ليرينج من تحت ليرينج من فوق، فالوضع ممكن يمشي، لكن بالصيف ممكن أفكر إني أضوقه. بس مرة جميل خصوصا مع البوت، طالع مرة أنيق، ممكن بعد أغير بالألوان بيطلع مرة فانتاستيك. أوكي هذا الفستان، ما أقول إلا اللي صممه الله يستر عليه، لأن أنا يلا أتحرك فيه، ويلا أصلا دخلت فيه والحين شايله هم كيف بشيله لترلي. هذا غلط، هذا
هذا اللي خلاه مصمم، ما ادري جاب العيد يعني صدق، يعني تصميم حلو. اوكي تصميم ترى عادي يعني، مو بنا ذاك الزود يعني، ترى كأنك لابسة توب مع تنورة. بس الحلو انه جاي طقم واحد يعني، جاي قطعة واحدة، هذا اللي عجبني فيه. بس فكرة اني او ماي جاد او ماي جاد يلا دخلت بنات قطع شعري مو طبيعي، هذا مرة اكس ولا حد يشتريه. كذا نبدأ صباح الاربعاء، يا ويلي الجو مرة يجنن، السحب مرة حلوة، مع هات شوكلت مع كريمة دلع، عاد هذا المشروب مرة بالأسبوع بس، ببط بصير بطة. شبعد شبعد شبعد، جاي عشان أساعد أختي، بعدها بنروح إيكيا، وبعدها بنعمل فوتوشوت، وبعدها خلاص يخلص اليوم. لأنه يلا يلا يمدينا أصلا. صح، يمكن توصلني شحنة اليوم، فلو وصلت الشحنة اليوم بسوي لكم انبوكسنج كمان، مرة متحمسة. طبعا ما راح اصور لكم كل ايكيا، بس اوريكم الشيء اللي مرة عجبني. شوفوا متحمسين مستوعبين انها ستارة، اتجنن ستارة هاونستوث، تموت لو انها ستايل غرفتي كان اخذتها. واخيرا وصل الباكج حق زارا، الباكج مره مرتب، مره شوفوا كيف عليه اللوجو كذا. صراحه مره يعني الباكج كبير مره، لاني كل اللي طلبت ابوات. انا ما ادري ايش فيني على الابوات، في هوس الأبوات، مشكلة والله، مشكلة الله يشافيني. والله يبلعكم. ايش صاير الحين؟ شكله بوكسين، تصدقون بوكسين مدقينهم على بعض. ايش فيني انا خبلة؟ دم فصلنا التوأم السيامي. اوكي ترى ايش اللي حمسني؟ زارا صار عندهم خدمة الدفع عند الاستلام، غير كذا التوصيل مع ارامكس مرة سريع حقهم. لقيت انه الاستيميتد ديليفري ديت مرة قريب، تقريبا خلال اسبوع، فقلت بطلب واوريكم تجربتي بالطلب. So far so good، الباكجينج مرة حلو، التوصيل مرة سريع، التوصيل أراميكس، عندهم خدمة دفع عند الاستلام ودفع بالكريدت كارد، يعني كمان I think عندهم مدى سوياء. شوف أول بوت غريبة، مو بوكسات. It's fine. Okay. هذا اول بوت اخذته، ما ادري واضح لكم ولا لا، هو طبعا كومبات بوت عادي بس شاموا، فما ادري اذا يبين لكم ولا لا. خلوني افتح الاضاءة. اوكي اتوقع انه واضح، حلو بس سعر اذيك انه غالي، كان 430، ما ادري اذا يستاهل السعر او لا. بالنسبة لسعر الترجيع يا بنات، ما أدري صراحة، أنا ما قد رجعت من عندهم، بس أتوقع واحدة من البنات قالت لي إنه عادي تقدرين ترجعين عن طريق المحل نفسه. أوه الأغلي بوتس، الأغلي بوتس وصل، هلو أغلي بوتس. أوه ماي جاد، this is like super ugly، this is like extra ugly. إن شاء الله إنه واضح، بلبسهم وأصورهم لكم، يا رب يطلعون باللبس حلوين. لو ما طلعوا حلوين كمان هذا اللي برجعهم. هم شوفوا too much صراحة، too much كبيرين مرة، بس أتوقع بيكونون مرة كول. أوكي هذا الباكج الثاني، هم ثلاث باكجات أوكي عشان بس تكونون بالصورة.
أقول لكم أنا هوس. صح ذكرت، طلبت طقم صوف، طقم عادي يعني صوف هودي. لو أسوي لوك هاي للحين يمديني بهذا الطقم، مع إنه لا صح اللون غير، اللون مختلف، بس استل يعني هذا نفس الفكرة مرة، يعني إنه الله في باكت من ورا، هلو هلو. هذا شكلي بلبسه وأوريكم إياه. جميل 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 جميل. أوكي طقم. البوت المنتظر، توقع الطلبية كلها عشان هذا البوت والأقلي بوت. ممكن نقف احتراما لهذا الشوز. هلو يجنن يموت، بس شكله كبير علي. وش ذا 39 مرة كبير، تخيلة بالله ما كأنه شانيل. شوفوا الديتيلز، شوفوا يموت، يصيح انهيار. متحمسة ألبسهم، مرة متحمسة ألبسهم وأوريكم. دمار، هذا دمار شامل، مرة جميل. هذا الباكج الأخير، خلنا نشوف. واضح إني I went crazy. اوكي هذا الابيض، كأنه ناقص واحد. يبغى لي اشياء على الارض حقي. هذا مجنون، تخيلوا ابيض واللي بتحت شفاف. عجبني مره، حسيت غريب كيوت مو بشين. واو الكواليتي من جوا شاموا، بعذرهم والله السعر غالي، 499. ويت اير فيت كومفورتبل تكنيكال انسول فوم، على اساس انه في فكره انه فوم من جوا. هذا البوت مستحيل، جدا سيء، تخيل مره ضيق، مره مره من هنا انا ما اقدر احس برجلي، من هنا مره مره ضيق. غير كذا ما ادري، حسيت انه ما ادري كيف، يعني هذه الاربطه قاعد تطلع خيوط من جوا الشوز، هنا تناظرون في خيوط اشياء كذا زي منتج صغيره، وبعدين من تحت السول طلع مره كبير وتو ماتش، يعني حسيتها ما ادري. اوكي ستايل حلو بس I can't keep you sorry. مرة سيء، ما عجبني، مرة سيء. من بينهم كلهم يمكن هذا كان ألطف واحد، لطيف لطيف. شمو بيج، نقدر نقول بيج 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 literally. يمكن مع الوقت يقلب رمادي ولا يقلب بني، بس كيوت حلو. هذا هو الأقلي بوت، للأمانة من ناحية الراحة جدا جدا مريح مريح، بس الفكرة في الموضوع انه قدام فاضي، هذا كله فاضي، هذا كله فاضي، ما في شيء، ما في رجل، يعني عرفتوا، يعني بوز على غير سنة. ما اعرف حلو ولا مو حلو، هو مرة اوفر باللبس صراحة، يعني اوفر اوفر اوفر، يعني ما حس تلبسينها في أي مكان وفي أي وقت وفي أي زمان. شو وضع أبوات زارة؟ صايرة مو مريحة أبداً. هذا مو مريح أوكي، بس عادي أنا باخذ هذا لأنه رهيب، يعني مرة ما يتفوت معليش. أنا متوقعة يعني مو مريح، لأنه من هنا كأنه أصلاً ستايل أحذية رجالية، الأحذية الرجالية معروفة في البداية تكون جدا سيئة، بس مع الوقت يعني تصير كويسة، شوي الجلد يذوب. هذا المصطلح حقي، فبس حلوة. هذا هو الطقم السات، مرة حلو، مرة يموت، يجنن، عجبني.
صدق يعني رهيب للبيت والطلعات السريعة، يغنيك عن كل شيء. حلو، سوري على الشرب. والله يلا فسخت الأبوات وأقول خلاص أبغى أريح رجلي شوي. انهارت مرة حلوة، كيوت 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 كيوت. هذه تفوز مرة، تموت حلوة للأشياء السريعة والديلي، مرة رهيبة أنيقة صراحة. اكتشفنا فرع ستاربكس جديد، قاعدين أنا وخوخة ندور قهوة من اليوم، نقول وين أقرب ستاربكس، فجأة وحنا نمشي يطلع لنا. واو لايك سوبر كول. أنا باخذ هاي، can I have one ice americano large size with two pumps white mocha no water. That's it. شوف ستاربكس كيك مرة حلو. هذه الإطلالة حقت ستاربكس، ف here we go, it's all about you, it's all about me, it's all about what we do, making art, you and me, trying to find something to believe, because I'm running wild, I'm running free. اليوم الجمعة، قايلة ما راح أصور، بس ما أدري، قايمة وأنا مرة رايقة. عندي شغل طبعا اليوم، لازم اعدل على فيديوهات الاسبوع الجاي، فجاي مع اخواتي على ايكيا، بس اني ليترلي ما ابغى ايكيا، فقلت بقعد بالقهوه حقتهم. تشوفون سوبر هيلثي اسبريسو تو شوت، ف يا سلام. طيب ما راح اقدر اشيل هذه الوحده سوا صراحة. أمس الخميس يعني ما أمداني أصور شيء، أمس الخميس كان مرة جدا يعني يوم متعب وطويل، لدرجة إني ما صحيت اليوم يعني إلا يمكن الساعة 11:30. قفلت جوالي، قفلت المنبه، قفلت كل شيء، ما أبغى أي تواصل مع العالم الخارجي. يا بس اليوم إن شاء الله، إن شاء الله يوم جديد، يوم حلو وجود إنرجي. Find something to believe, because I'm running wild, I ain't running free, still got a lot of shit left to see. وصلتني هذه المنتجات من براند اسمها ألين، براند سعودية، مرة كيوت، مرة 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 يعني كاتبين متميزا بين الجمال جمالها وجمالها فوق الجمال جميلة. كيوت. بشرتك ألين مع ألين، هذه عندهم مقشرات للجسم، عندهم زيوت للجسم، وكل أشياءهم أورغانيك فيجن، كل أشياءهم طبيعية، زيت استحمام كوكوروز، زيت استحمام رائحة بودرة المسك، زيت استحمام باللافندر، مقشر الجسم بأملاح البحر الميت، هذه عينات، مقشرات بالمسك والكوكوروز. مرة حلو يعني، شوف الفيتامين، في فيتامين اي، في زيت الأورغان، في زيت اللوز، أوراق الورد. مرة مرة حبيت كيف إنه المكونات حقتها مرة طبيعية. اللي حاب تفاصيل أكثر، هذه وسائل التواصل معاهم، عندهم أكاونت على إنستغرام، عندهم ويب سايت، عندهم رقم جوال، ممكن تتواصلون معاهم، بحط لكم التفاصيل حقتهم في الديسكريبشن بوكس. الطربية الثانية اللي وصلت من إيسوس، أخذت شرابات، هذا it is، إيش مكتوب؟ أتذكر إنه it is what is it لا it is as is، ما أدري. المهم هذا سيمبسونز، في واحد تاني أزرق، أتوقع هذا الأبو وفي الأم، بس ما أتذكر بالضبط أنا شو طلبت. هذا في هارت من فوق طالع كذا غريب، كيوت حسيته. أخذت هذه الشرابات الفسفورية أمبري كذا، جاي تدرج لوني مرة كول. إيش بعد؟ أي هذا مكتوب عليه thank you next، واحد thank you والثاني next، مرة كيوت. الطلبية كلها طبعا عشان منتجات The Ordinary، في شخص حكى عنهم على اليوتيوب،
تحمست مرة إني أخذهم. كلهم طبعا سيرومز، اللي يعرف منتجات أوردينري كلها سيرومز أغلبها يعني، أو هذا الشيء الأساسي عندهم. المشكلة أنا ما أعرف هذا فيتامين سي، هذا هيلورونيك أسيد في أويل، هذا ما أعرف، أنا ما أعرف بهذه الأشياء، بس إني قريت عنهم كثير وإنهم يفيدون البشرة ومرة حلوين واستخداماتهم مرة كثيرة. طبعا بيكسي، أنا عادة أخذ التونر العادي، بس إنه مرة هيج لي بشرتي وحسس لي بشرتي يعني بشكل مو طبيعي. فقالت لي واحدة من صاحباتي إنه في تونر من بيكسي أخف، يعني هذا الفيرجن الخفيف منه بالفيتامين سي، فأخذته وبجربه. وصلني هذا السكارف كشمير ستايلات إرمز، بس طبعا مو إرمز، من هذا الأكاونت، هو بزنس سعودي اسمه كشمير سكارفز فور وينتر. مرة شكرا على الهدية الحلوة، جدا أنيق جدا.